السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بس يعني قبل ما ندخل على يعني تنزيل النظام او نعمل له سيت اب، بس اذكرك انه في عندك الممبر بورتال. طبعا هاي اذا في عندك جولدن سبسكريبشن، بروفيشنال سيرفيس، الاشياء هاي الخدمات اللي بوفروها علشان يعني يحصلوا على المال ويطوروا نظام البي اف سنس، او مش طوروا بس نظام، انه يعني يوسعوا خدمات البي اف سنس. وفي كمان بلوج فيها، البلوج فيها كثير اشياء، يعني فيها يعني معلومات فنية، فيها معلومات عن نشاطات، عن الاجتماعات اللي بيعملوها والاشياء هاي. طبعا هاي بتوقع كل شيء انت بتحتاجه عن الموقع. طبعا كل صفحة من الصفحات فيها معلومات عن البي اف سنس، راح تشوف كل صفحة من صفحات الويب. فانت ما عليه غير تحكي يعني نعمل بي اف سنس انستانس، ونحكي له انه مثلا هاي واحد بي اف سنس، وطبعا راح تختار بي اس دي، هو لانه مبني على البي اس دي 32 جاهز. بس كامل له بوش شوية. طبعا عادي لو خليته 256 عادي ما في مشكلة، يعني اذا كان جهازك بسيط جدا فانت مش بحاجة لأكثر من 256 بتقدر تمشي. لكن انا الحمد لله عندي مجموعة كبيرة من الرامات، وبتعمله كرييت، ما في شيء بدك تغيره. وانا بس اذا بدك ستة، يعني لانه اغلب يعني مش الهدف انه بس، انا علشان ما تضايق بالحجم بالمستقبل. بعدين بدك تعمل شوية كونفيجريشن، ما بدكش اشي هون. طبعا تنساش تحط السي دي تبع البي اف سنس، وبتيجي هون طبعا بالنسبة لهدول واحد راح يكون، يعني بدك يكون واحد متصل بالانترنت، والثاني بده يكون عندك معموله بريدج او خليه هوست اونلي ادابتر، ويكون يعني واحد لازم يكون مشبوك مع النت، والثاني لازم يكون مشبوك مع جهازك عشان تقدر تتكلم مع البي اف سنس فاير وول. يعني زي كأنه شبكة، شايف هوست اونلي ادابتر، شبكة ما بينك وما بين الجهاز. وين موجودة هاي الشبكة؟ عبارة عن شبكة برنامج، مش شبكة يعني فيزيائيا، يعني مش زي ما انت بتحط سلك الايثرنت بجهازك، انت بس شبكة موجودة عندك يعني بالعالم الافتراضي. فطبعا انت بتقدر، كيف بدك تضيف الشبكات هذول؟ السبب يعني بزودك المعلومات. بس علشان تضيف هوست اونلي ادابتر او الفي ام نت، طبعا هي بتكون مضافة او لا ما بتكون مضافة. طبعا هون انت شفت على النتورك هوست اونلي ادابتر، بتضيف بالعدد اللي بدك اياه. بالعادة هم بيكونوا معمولهم دي اس سي بي سيرفر، لكن بما ان احنا بدنا نزود خدمات دي اس سي بي فبتقدر تعملها ديسيبل. وهاي هذا هو الاي بي ادرس اللي عن طريقه، يعني هذا الاي بي ادرس تبع جهازك، والبي اف سنس فاير وول انت بتزوده ب باي بي ادرس وبتتكلم معه. فبهاي الحالة هاي كل اللي انت بتحتاجه، بعدين بنشغل بي اف سنس. طبعا هو بالوضع الطبيعي عادي بتقدر تستخدمه من السي دي. بتضغط انتر عشان مباشرة، يعني مالتي بوت مالتي يوزر، يعني هذا الخيار علشان انت تقدر تتصرف. ليش؟ لانه سنجل يوزر هي عبارة عن موضوع بالمعالجة مشاكل بي اف سنس.
طبعا هون شايف انت عندك مجموعة من الخيارات، في عندك الريكفري، في عندك الانستولر وكونتينيو. فانت كل اللي راح تعمله تضغط اي علشان تدخل على الانستولر، انستولر بتروح اكسبت ذيز تشينجز وتركه، يعني ما تعمل شيء نهائيا، وايزي انستول اوكي. بس هاي هي كل شيء انت بتحتاجه عشان تنزل بي اف سنس. يعني هم جماعة البي اف سنس يعني تعبانين على النظام، بحيث انه المشاكل الفنية مش انه يعالجوها، انها ما تظهرش اصلا. يعني هاي انت هيك نزلت البي اف سنس، ونفس الشيء اذا بالبيئة يعني الحقيقية او بالواقع، اذا بتنسخ على السي دي بتحطه بالجهاز، بتعمل بوت، بتضغط اي، بس هاي كل الشيء اللي انت بدك اياه. بعدين بتختار اكسبرس انستول. فانت يعني ما راح تعاني او تواجه، خلينا نحكي، مشاكل الا اذا مثلا كان السي دي مثلا عليه مشاكل او كذا. بس انت شفت بتقدر تنزله من النت وتنسخه وتعطيه لزملائك، لاصحابك، لكل العالم عادي، ما حدا راح يحكي معك. واذا بتحب انت يعني تدخل بنظام، خلينا نسميها اذا كنت مبرمج او كذا وحبيت تغير اشياء بالنظام، هاي بيعود إلك. يعني طبعا كله تنزيله مع تحميله مع عمل ريبوت 5 دقائق، يعني بس مش عدد يعني كبير إن شاء الله. طبعا هون بيطول شوي، ليش؟ لانه قاعد بنشئ ملفات النظام، يعني هيك ستاندرد كيرنل. ليش؟ لانه يعني الامبيدد كيرنل لها موضوع اخر، اللي هو زي الراوتر اللي عندك في المنزل، ما في له لا شاشة ولا كيبورد ولا سماعات ولا شيء. لكن احنا بما ان احنا على جهاز حقيقي، فاحنا عندنا كل التيرمينالز. ونعمل ريبوت. طبعا هون اذا عمل ريبوت، او انتو شايفين الان اذا ما عملت له ايقاف راح يرد يدخل مرة ثانية على البي اف سنس. فبتعمل له باور اوف للمشين، تدخل على المشين، تيجي على ستورج، هاي البي اف سنس السي دي اللي وضعناه، بس اعمل له ريموف. وهيك انت بتكون يعني زي ما تحكي خلص، هيك يعني جهازك شغال. بعدين بتعمل له ستارت. طبعا هاي من الاشياء اللي خلتني ما يعني ما ابدا بالسلسله العربيه الا لما ادخل بالسلسله الاجنبيه، وكنت قاعد بسجل يعني فيديوهات بالانجليزي، بس يعني قلت بداية يعني خلينا نكمل على الجهتين، هون شوي وهناك شوي. بس لأنه يعني مش إنه هم أذكى، لكن هم عندهم أو التكنولوجيا جاي بلغتهم، فهم ما بتغلبوا. إذا صادفتهم مشكلة بسيطة بيقدر يبحث بالإنجليزي عنها، مش زي يعني خبراء العرب بدهم يترجموا الشغلة بعدين. يعني احنا انا بترجم بعقلي وبعدين بشوف تطبيق الشيء بالواقع، فهاي طبعا بتعبك اكثر. وغير هيك يعني في تفاصيل زيادة لازم ادخل فيها معاكم قبل ما يعني ادخل بالاشياء الصعبة، خلينا نحكي، او الاشياء المعقدة. فاشياء لازم نشرحها بالتبسيط او بالتفصيل الممل، بعدين بننتقل للشيء الاصعب. فانا كنت بدي اشوف كيف يعني ماشي السلسلة هيك.
طبعا الشيء الجميل انه البي اف سينس حاليا بطل زي اول، ضافوا له انه هو يعمل ريزولفينج، شايف دي ان اس ريزولفر، يعني بيشغل دي ان اس سيرفر دومين نيم سيرفيس داخل الفاير وول، فانت مش بحاجه لدومين نيم سيرفيس لانه خلص شغال معك يعني. فهيك انت كمان بتكسب انه بتعمل كاشينج للدي ان اس دومينز، ولما تعمل كاشينج داخل الفاير وول تبعك فانت هيك بتقلل كمان من استخدام الباندويث، وغير هيك سرعه خدمه اللي موجودين عندك على الشبكه. طبعا هون بتلاحظ، خلينا بس نشيل هاي، بتلاحظ هون انه في عندك الخيارات، طبعا كل رقم بيعتمد خيار معين، فهون اذا بدي اختار مين يعني هاي شايف وان ولان، اذا بدي اختارهم مره ثانيه فلازم اضغط رقم واحد، لكن انا ما بدي اختارهم لانه خلص مختارهم بشكل صحيح، بضغط اثنين اللي هو set interface IP addresses. ليش؟ لاني انا بدي ادخل عن طريق الويب كونفجريتر، لو شفتوا بالاعلى كان بحكي لي انه هاي الاي بي ادرس تبع ال تبع ال يعني اللان انترفيس، لكن انا لو اجيت على جهازي وحكيت له اعطيني اي بي ادرس شو في بوكس نت زيرو، فانتوا بتلاحظوا في بوكس نت زيرو هي عبارة عن 192.168 هاي الاي بي ادرس تبعي، فانا كل اللي راح اعمله راح احكي له انه نفس الاي بي ادرس لكن راح نخلي الرقم الاخير 254، يعني 56 192 168 56 254، فانا راح اضغط 2 وراح نختار انتر 2. ليش؟ لان انا بدي اعمل كونفيجريشن لللان، بعدين بدي احكي له 192 168 50 56 254 254، تقدر تختارها اي رقم بدك اياه وبتشبك عليه ما في مشكله. 24 بعدين في لان ما في، يعني بحكي لي انه في ديفولت جيت واي لللان بدك تحطه، طبعا لا ما بدي اي بي فيرجن 6، بدك انيبل دي اتش تي بي سيرفر كمان نو، بتقدر تعمل له انيبل بس رح نعمل له انيبل يس نعم، بدك تشغل الويب كونفجريتر يعني بدك تعمل له كونفجريشن عن طريق جرافيكال يوزر انترفيس، بحكي له نعم، بحكي لي هون طبعا انه صار الانترفيس هو عبارة عن 192.168.56.254، وهيك بس ببقى عندي اني ادخل هون واني ادخل على 192.168.56.254، وهاي طبعا ادمن، الباسورد هو بي اف سينس، هذا الديفولت باسورد، طبعا ادمن هو اليوزر نيم. طبعا هون في شيء جميل انه اول شيء هاي يعني بعطيك اياها علشان ما تتغلب، فهاي الجولد سبسكريبشن طبعا هاي للشركات، البورتال اللي دخلنا عليه بالهاي، تقدر طبعا تعمل باي، لكن همه مش انا مش متذكر بالضبط، بس هاي شايف بير انسيدنت اللي هم تقريبا 360 دولار، يعني تقريبا دولار باليوم. في لهم حسابات معينة هم، لكن احنا راح نكمل. طبعا شو الهوست نيم مثلا بي اف سينس، خلينا نحكي داش 2 او بي اف سينس دوت 2، ف دوت لوكال دومين برايمري دي ان اس
طيب ما في مشكلة، اوكي بيعرف سنس، انا اسف، هاي بيعرف سنس. برايمري مش عارف. طيب برايمري دي ان اس سيرفر، بتقدر تختار اي شيء، في عندك جوجل، في عندك اي شيء، لا في عندك شو اسمه يعني بابليك دي ان اس سيرفر، او بتتركه زي ما هو وبتعمله زي هيك، باخذ دي اس سي بي سيرفر و باخذ الدي ان اس سيرفر تبعت الانترنت سيرفيس بروفايدر تبعك، وهي انت بي بول ما بتحتاج غير مثلا هون عندنا، لاني انا بالاردن فعمان، اسيا عمان افريقيا امريكا اسيا، فهي اسيا بتختار من عندك هون عمان، بعدين بتختار نيكست. هون طبعا بحكي لك انه الوان انترفيس دي اتش سي بي ما فيش عندك مشكلة، بتحب تضيف مثلا الام تي يو، بتغير الماك ادرس، تعمل سبوف للماك ادرس في حالات معينة بتحتاج انه تعمل سبوف، لكن في الوضع الطبيعي ما بتحتاجش. اذا بتحب مثلا تختار، شايف هاي في عندك بحكي لك الام تي يو البي بي او اي هو هاي، و1500 فور اول اذر كونكشن، فهو بالوضع الطبيعي 1500. ستاتيك اي بي لا ما بدناش، تقريبا هيك كل الاشياء. طبعا بلوك ار اف سي ريكويست فور كومنت 19 18 هدول البرايفت اي بي ادريسز، البوجن نتوركس بيجي على ايانا وباخذ منها الاي بي ادريسز اللي مش بعدها مش مطروحه، يعني احنا بنعرف انه كل اي بي ادريس لازم يكون في له مالك، بيشتريه من الايانا من انترناشونال اسايند نيم اند نمبرز، انترناشونال اورجان International Assignment for Names and Numbers. عذرا يعني انا نسيت ايش بترمز، لكن هي اللي مسؤولة عن الاسماء والارقام، فانت بتروح كشركة او مزود بخدمات الانترنت بتشتري منهم مجموعة من الاي بيز، بتاخذ انت سبنت مثلا سلاش مثلا 22 24 شيء مثل هيك، وبعدين بتاعي. اذا في ناس بيستخدمون قبل ما يتم بيعهم، لكن في حال تم بيعهم خلص انت اوف لاين بتصير، وهيك بتحكي له نيكست. لان اي بي ادريسز عنا سليم لانه احنا شابكين عليه، نحكي له نيكست. بدك تغير الباسورد، طبعا يفضل انك تختار باسورد طويل على الاخر، لكن بما ان احنا هون داخل المختبر فبتقدر تختار اي شيء بدك اياه انت، لكن انا بحكي لك يعني لازم يكون باسورد بيحتوي على ارقام حروف رموز، والحروف كابيتال وحروف سمول. اذا كان عندك اربع اشياء، ارقام رموز حروف كابيتال حروف سمول، فانا بضمن لك يكون يعني الباسورد تبعك غير قابل للاختراق، لكن بالوضع الطبيعي بيخترقوه بطرق ملتفة، مثلا ممكن يسرق الكوكي تبعتك بالموقع، او مثلا ممكن يراقبك او انت تكتبه على ورقة وترمي الورقة وهو يمسكها ويشوف الباسورد. ف اهم شيء تكون انت حذر في موضوع الشبكات. طبعا بيبقى عنا نعمل ريلود، بس نعمل ريلود يعني خلال لحظات بسيطة، بتشوف انه هون بحكي لك انه يا اما بتروح للخدمات، طبعا خدمات المدفوعة، او بتنتقل ل البي اف سنس ويب كونفجريتر.
وهيك بيكون عندك كل نظام البي اف سنس. هنا بيعمل تشيك على الهاي، فبحكي لي انه انت على اجدد نسخة من البي اف سنس. طبعا كل نسخة البي اف سنس هي عبارة عن اقل من 100 ميجا. كل هاي اللي انتو شايفينها عبارة عن اقل من 100 ميجا. ليش؟ لانه هاي عبارة عن يعني اشياء بالاش تي ام ال والكذا، لكن النظام كلياته فري بي اس دي، وماخذين من فري بي اس دي زي شايلين كل شيء، هم ما في له دخل زي الاشياء الخاصة بال يعني بالمستخدمين يعني في اشياء كثير زيادة شايلينها. وكمان درايفرز، يعني مثلا عندك اذا نزلت اللينوكس كيرنل وعملت لها اكستراكشن تطلع تقريبا 500 ميجا، بعدين تكتشف انه في عندك 300 ميجا بس عبارة عن تعريفات، تعريف كروت شاشة، كروت صوت، كروت انترنت، مثلا اشياء كمان مثلا كرت فيديو الى اخره من هاي المواضيع. فشايلين كل هاي الاشياء بس تركين الاشياء الرئيسية اللي هي كروت يعني مش اي كرت ايثرنت بيشتغل على بي اف سنس، لكن معظم الكروت الشاشة بتشتغل على بي اف سنس. هاي هون طبعا الاشياء يعني رح نمشي فيها بالتفصيل. حاليا رح اورجيكم انه بس يعني معلومة بسيطة انه وين ما تكون انت داخل بي اف سنس هم مشتغلين شغل انه مباشرة تضغط عليه يفتح لك اياه نافذة جديدة وفيه كل المعلومات عن النافذة اللي انت فيها، وهذا الشيء رائع. فانت مثلا بتكون مرات ناسي شغلة مباشرة بتتذكرها بكل يعني سهولة. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.